السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثامنة من قناة موريتانيا نشرت الأخبار وفي أبرز عناوينها: مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المدونة العامة لحماية الطفل ومشروع مرسوم ينشئ جائزة رئيس الجمهورية للعلوم. الجمهورية يؤكد في مؤتمر صحفي التوجه إلى الاستفتاء الشعبي لإقرار التعديلات الدستورية. ختام الدورة البرلمانية الاستثنائية الأولى للسنة البرلمانية 2016-2017 على مستوى الغرفتين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. أهلا بكم. من التفاصيل، صدق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قانون يتضمن المدونة العامة لحماية الطفل، كما صدق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء جائزة تسمى جائزة رئيس الجمهورية للعلوم، واستمع إلى بيانين حول مؤسسات الشباب والحملة الوطنية لتباعد الولادات والاستقرار الأسري. نتابع فيما يلي النص الكامل لبيان مجلس الوزراء. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 23 مارس 2017 تحت رئاسة السيد محمد ولي عبد العزيز رئيس الجمهورية، وقد درس المجلس مشروع قانون يتضمن المدونة العامة لحماية الطفل وصادق عليها. يجسد مشروع القانون الحالي حث السلطات العمومية على المزيد من تعزيز المنظومة الوطنية لحماية الطفولة طبقا لخصوصيات مجتمعنا القائم على قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف من جهة، واعتبارا لالتزاماتنا الدولية في هذا المجال من جهة أخرى. كما درس المجلس مشروعي المرسومين التاليين وصادق عليهما: مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة الصحة العمومية بنواكشوط. مشروع مرسوم يقضي بإنشاء جائزة تسمى جائزة رئيس الجمهورية للعلوم. يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء جائزة ذات طابع شرفي تسمى جائزة رئيس الجمهورية للعلوم لتكريم تلاميذ التعليم الثانوي المتفوقين في المواد العلمية الذين يفوزون في مسابقات الأولمبياد ورالي العلوم التي تنظمها الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوي. وسيمكن إنشاء هذه الجائزة من تنمية قدرات التلاميذ على حل المسائل العلمية من جهة، كما سيمكن من اكتشاف الموهوبين من الشباب وتحفيزهم وفتح آفاق جديدة أمامهم من جهة أخرى. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي، وقدم وزير الداخلية واللا مركزية بيانا عن الحالة في الداخل، وقدم وزير الشباب والرياضة بيانا يتعلق بمؤسسات الشباب دوري ومراكز الشباب ومراكز الترفيه. يستعرض هذا البيان الحصيلة الإيجابية للجهود المبذولة من قبل السلطات العمومية لصالح المؤسسات الشبابية، كما يحدد بعض المعوقات ذات الطابع المؤسسي التي ما زالت تتطلب معالجة مناسبة، ويقترح جملة إجراءات كفيلة بتمكين المؤسسات الشبابية من الاطلاع الكامل بدورها التربوي والثقافي بوصفها حصنا يحمي الشباب من جميع أشكال الانحراف والتطرف. وقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بيانا حول الحملة الوطنية لتباعد الولادات والاستقرار الأسري. يستعرض هذا البيان مجريات وحصيلة الحملة الوطنية لتباعد الولادات والاستقرار الأسري التي تم تنفيذها من 8 إلى 16 مارس الجاري ضمن الفعاليات المخلدة لليوم العالمي للمرأة. كما يستخلص البيان العبرة من هذه الحملة التي شملت 19 بلدية حدودية في ولايات الحوضين والأعصابة، ويقترح المضي قدما في تنظيم حملات مماثلة على مدار السنة بواقع حملة كل شهرين، وذلك من أجل تغطية 60% من البلديات ذات الكثافة السكانية بحلول نهاية السنة الجارية. هذا وعلق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد لميول الشيخ، ووزير العدل الأستاذ إبراهيم ولدداه، ووزير الشباب والرياضة السيد محمد الجبريل، ووزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة
السيدة ميمونة محمد التقي مساء اليوم في مؤتمر صحفي على نتائج اجتماع مجلس الوزراء. واستعرض وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات التي صادق عليها المجلس. بدوره استعرض وزير العدل مشروع القانون المتضمن المدونة العامة لحماية الطفل، موضحا أنها جاءت لتعزيز الترسانة القانونية في مجال حماية حقوق الطفل. أما وزير الشباب والرياضة فتحدث عن البيان المتعلق بمراكز الشباب، مبينا الدور الذي تلعبه في تنمية ثقافة المواطنة والروح الجماعية لدى الشباب وتأهيلهم وترشيدهم من خلال التكوين والتثقيف. واستعرضت وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة البيان الذي قدمته أمام المجلس عن الحملة الوطنية لتباعد الولادات والاستقرار الأسري. وبإمكانكم مشاهدينا الكرام متابعة وقائع المؤتمر الصحفي كاملة بعد النشرة الرئيسية باللغة الفرنسية لهذا المساء بحول الله. عقد رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز مساء أمس مؤتمرا صحفيا بالقصر الرئاسي، رد فيه على أسئلة الصحفيين المتعلقة بمختلف قضايا الشأن العام بما في ذلك موضوع التعديلات الدستورية المقترحة والاستفتاء الشعبي المزمع تنظيمه. رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز ثمن خلال هذا المؤتمر الصحفي التضحيات الجسام لشهداء المقاومة الذين سقطوا دفاعا عن الأرض والعرض، وحيا قواتنا المسلحة وقوات أمننا التي تسهر على تأمين المواطن والمقيم في كل مكان من هذه الربوع. رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز قال في رده على سؤال بخصوص الخطوات اللاحقة بعد تصويت أغلبية مجلس الشيوخ ضد التعديلات الدستورية إنه سيتم تفعيل المادة 38 من الدستور، لأنه لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي إزاء هذا الوضع، خصوصا أن الشيوخ يمارسون مهامهم بعد انتهاء مدة انتدابهم. ونزلا عند رغبة الشعب الموريتاني وفئات عريضة شاركت في الحوار السياسي الشامل وتنفيذا لخارطة الطريق التي أسفر عنها هذا الحوار، قال رئيس الجمهورية إنه تقرر التوجه إلى الشعب الموريتاني ليحكم بإرادته المطلقة على التعديلات وهو الفصل في الحكم على مخرجات الحوار. انظري كان موريتاني جمهورية إسلامية موريتانية فيها حوالي 4.5 مليون من الشعب وكلها عنده آراء وعندها رئيس منتخب من طرف الشعب الموريتاني. كان لا يخلوا القضية ماشية بك الحيلة ونقولوا عنا لا نعطوا الحق ومستقبل وكل شيء ما يعني هاي الدولة نعطوه ل 33 شخص. فهذا من المنطق؟ إذا كان من المنطق عند البعض ما هو المنطق عندي، ولا هو المنطق عند الأغلبية، ولا هو المنطق أيضا عند أحزاب المحاورة معنا. رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز قال إنه استدعى كبار القانونيين لتقييم الأوضاع وحلحلة الأمور، وبعد التمحيص والتحليل المعمق أكدوا أنه بوسع رئيس الجمهورية استفتاء الشعب الموريتاني دون المرور بغرفتي البرلمان. القانونيين هنا فيهم موجودين على كل حال، وفيهم لمستوى عالي أيضا، وفيهم اللي ما يمارس السياسة مدي، وفيهم اللي ما قط عاد وظائف تشيبوا جمعنا منهم القدر، وكانوا كاملين جيتهم واحدة عن المادة 38 تقدر تفعل في أي وقت. رئيس الجمهورية نفى خضوع موريتانيا لأي ضغط من أي كان، وقال إن الحديث عن ذلك أوهام لا وجود لها إلا في الأذهان. وفيما يخص الحديث عن سياسة الدولة في محاربة الفساد وصرامتها في التسيير، تطرق رئيس الجمهورية إلى ما تحقق من مكاسب على صعيد ترشيد النفقات والتحكم في الموارد المالية خلال السنوات الأخيرة. قضية التسيير والفساد على كل حال ما إلا نقول لك ولا نقدر نوف أمام الشعب الموريتاني نقول عنه أقضى عليه بيدي رقم الذي فتنعدلنا كامل فيه، ويعرفوه الوزراء ويعرفوه المسيرين كاملين عن الميزانيات كاملين. ما فهم ميزانية ما تقصد منها بعض الأحيان 60% ميزانية تسير، فهذا وحده يكفي بعد قاع من
من حسن التسيير، لأن مدى تمشي من عند 100% إلى أنت الحاجة 60 و50%. يقال رغم هذا كامل مازلنا نلاحظ عن فيه دائما في خلل، مجبور في خلل دائما في التسيير. المتابعة على كل حال والأمور تراكمات 50 سنة و55 سنة، وتراكمات توجه ورؤية للفساد كانت سائدة في البلد وكانت ممنهجة وكانت حد ما عدلها يعود كأنه دني وله المستوى هذه ما تغير بخمس إيمان ولا فعلا. الدول لا تسير بالعواطف عبارة قالها رئيس الجمهورية نافيا بالمرة أن يكون البلد في أزمة اقتصادية. ما في أي أزمة اقتصادية في البلد، غير هذا المسؤول عنه ما هو الحكومة الحالية، هذه تراكمات الماضي، هذه الفوضى، هذا الفوضى اللي تشل المؤسسات. أنا أعطيك مثال، عندنا شركة الكهرباء كانت السنوات الماضية كل سنة تعطيها الدولة كمساعدة مساندتها بها 7 ملايير ولا 8 ملايير سنويا، ورغم كل ذلك تبقى يسالوا فيها موردين والناس كامل اللي يتعاملوا معها، تخلص مولي الدولة عنها 7 ملايير أو 8 اللي هي 15 ملايير. هذا ان ديفيسيت كونستان كرونيك، وسبب شنو هو؟ سوء التسيير. سبب شنو هو؟ هذه التراكمات الماضية اللي كلها يجي المؤسسة، وهذا واضح مولي ده كيف قضية الميزانية اللي أرقام واضحين مكتوبين منين تقبض لوائح الإدارات. للأسف هذا أسف ومرض الموريتانيين، مرض في أنظمة كاملة، ومتبارك إحنا معنا صلحه وشنو هو؟ عندك منين تقبض لائحة العمال وتخرص القبيلة تجبرها متطابقة مع زمن تواجد حد من ذيك القبيلة فماتيها، ويتم يحشي في ذيك الإدارة يحشي فيها من خلقها اللي ما عندهم تخصص، وللأسف بعض الأحيان جهدهم ما عندهم نتيجة للشركة، وبالتالي هاو البالك نحن معها نصحه. وقال رئيس الجمهورية إن دور موريتانيا في أمن واستقرار المنطقة واضح وجلي بشهادة الجميع. نحن موقفنا من محاربة عدم الاستقرار واضح، ولا يمليه علينا الغير، رغم المملين اللي كان يقال عنا أننا قائمين بحرب بوكالة وعن ماشيين باطل في كل أمور اللي واحدين شايفين، وإذا عقب دهر والزمن أثبت العكس أن اللي محاربين عنه وفاتحين له جبهات لا مصلحة موريتانيا. المؤتمر الصحفي لرئيس الجمهورية تم خلاله طرح العديد من القضايا التي تتعلق بهموم المواطن وتطلعاته. اختتمت مساء اليوم الدورة البرلمانية الاستثنائية الأولى للسنة البرلمانية 2016-2017 على مستوى الجمعية الوطنية بحضور عدد من أعضاء الحكومة. وتميز حفل الاختتام بخطاب لرئيس الجمعية الوطنية سيد محمد البويليل، أبرز فيه أهمية مشروع القانون المتضمن مراجعة دستور 20 من يوليو 1991 الذي أقرته الجمعية الوطنية بأغلبية كبيرة. نتابع فيما يلي كلمة رئيس الجمعية الوطنية. السادة الوزراء، زملائي النواب، سادتي سيداتي، ها نحن اليوم نختتم دورتنا البرلمانية الاستثنائية الأولى لسنة البرلمانية 2016-2017 التي دامت لشهر كامل، أبنتم خلاله عن مستوى عالي من الجد والإحساس بالمسؤولية والنضج في تسيير اختلاف في الآراء السياسية. وقد عرفت دورة التي نودعها اليوم دراسة وإقرار حزمة من النصوص القانونية المهمة التي ستشكل إضافة محتبرة لمنظومتنا التشريعية وإسهاما جوهريا
في تنمية بلادنا. زملائي النواب، إن من بين أهم هذه النصوص التي تمت مناقشتها خلال هذه الدورة البرلمانية المنقضية مشروع القانون الدستوري الذي يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له، والذي صوتتم عليه بأغلبية كبيرة باعتباره يستهدف إدخال تحسينات جوهرية على نظامنا المؤسسي ويرسخ الديمقراطية في بلادنا. وحيث أن مسطرة المصادقة على هذه النص لم تكتمل بفعل التصويت المناوي الذي تم في غرفة الشيوخ الموقرة، فإننا نؤكد أن الفيصل في إقرار هذه الإصلاحات هو الشعب مصدر السلطة وصاحب السيادة والقادر على ممارستها عن طريق الاستفتاء. السادة النواب، إننا نعول عليكم بتوعية المواطنين بأهمية هذا الاستحقاق وفي حث الجميع على تقييد أسمائهم على اللائحة الانتخابية والمشاركة الفاعلة فيه لما في ذلك من تعزيز لديمقراطيتنا وتحسين لمكتسباتنا واللم لشملنا وتحكيم للمواطن باختلاف رؤانا. وفي الأخير، وطبقا للمرسوم الذي تولي آنفا وللمادة 53 من الدستور والمادة 56 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، أعلن على بركة الله اختتام هذه الدورة البرلمانية الاستثنائية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعلى مستوى الغرفة العليا، تميز اختتام الدورة البرلمانية الأولى فوق العادة لسنة البرلمانية 2016-2017 بخطاب لرئيس المجلس السيد محمد الحسن الحاج، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة. وفيما يلي نص كلمة رئيس مجلس الشيوخ. السادة الوزراء، السادة الشيوخ، ها نحن وصلنا بعون الله وتوفيقه إلى نهاية دورتنا الأولى فوق العادة لهذه السنة البرلمانية، بعد أن درسنا خلالها وناقشنا جملة من مشاريع القوانين الهامة ذات الصلة بمختلف جوانب الحياة الوطنية. سادة الوزراء، سادة الشيوخ، لقد تمكنا بفضل علاقات التعاون التي ضبطت عملنا مع الحكومة وما تحليتم به من المواظبة على حضور أعمال اللجان والجلسات العلنية، من أن نستوفي كافة النقاط المدرجة على جدول أعمال هذه الدورة. زملائي الشيوخ الأعزاء، أتمنى لكم عودة ميمونة إلى مختلف دوائركم من أجل الاطلاع على أحوال المواطنين والوقوف على اهتماماتهم ومطالبهم لعرضها على السلطات المختصة لتجد الحلول المناسبة. سادة الوزراء، سادة الشيوخ، عملا بترتيبات المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 22 مارس 2017 أعلن على بركة الله اختتام الدورة الأولى فوق العادة للسنة البرلمانية 2016-2017. والسلام عليكم ورحمة الله. أعلن صباح اليوم في مباني الجمعية الوطنية عن ميلاد فريق برلماني للصداقة الموريتانية المصرية ترأسته النائب تسلم بن صنبا. تم ذلك خلال حفل جرت مراسمه بإشراف نائب رئيس الجمعية الوطنية وحضور عدد من النواب وسفير جمهورية مصر العربية في نواكشوط.
هو حفل للإعلان عن تأسيس فريق برلماني جديد للصداقة الموريتانية المصرية، سيسعى من خلال ممثلي الشعب في الجمعية الوطنية إلى تعزيز العلاقة التليدة بين الحكومتين والشعبين في بلادنا وجمهورية مصر العربية. يسرني أن أشهد رفقتكم اليوم انطلاق أعمال الفريق البرلماني للصداقة المصرية الموريتانية الذي يعكس تأسيسه حرص البرلمانيين الموريتانيين على مد جسور التعاون مع نظرائهم من جمهورية مصر العربية الشقيقة. إن اهتمام الموريتانيين بمصر مؤسس على استحضارهم لمكانة مصر التاريخية كقلب للعالم العربي بسبب ما وصفه مفكرها الدكتور جمال حمدان بعبقرية الجغرافيا وبشهادة وقائع التاريخ وبفضل عراقة الحضارة. ويشكل هذا الفريق خلية ستعمل بالتنسيق مع نظرائها في مصر على تطوير التعاون المشترك بين البلدين. كما هو مهم ونبيل أن تجتمع لتعزيز العمل العربي المشترك الذي يحتاج أكثر من أي وقت مضى لأي مجهود لدعمه، والأكثر تعبيرا أن يكون المجهود المبذول صادرا عن ممثلي الشعب العربي الذين يجددون إرادته. سفير جمهورية مصر في نواكشوط السيد ماجد نافع مصلح رحب بميلاد هذا الفريق البرلماني مؤكدا بالمناسبة استعداده للعمل معه كممثل لبلاده في موريتانيا، وذكر سعادة السفير بجزء من تاريخ العلاقات الأخوية التي تجمع منذ القدم بين جمهورية مصر والجمهورية الإسلامية الموريتانية. تم مساء اليوم بقصر المؤتمرات بالعاصمة التوقيع على اتفاق تعاون اقتصادي وفني بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية، سيتم بموجبه بناء وتجهيز بعض المباني الخدمية والعمومية في بلادنا. وقع الاتفاق وزير الاقتصاد والمالية ونائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية. خصص لقاء اللجنة المشتركة الموريتانية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري الملتئم بنواكشوط بإشراف من وزيرنا للاقتصاد والمالية السيد المختار للجاي ونائب وزير التجارة الصيني كيان كيمينغ، خصص لنقاش عدة مواضيع من أهمها على وجه الخصوص التعاون الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع الجاري تنفيذها والمستقبلية بين البلدين، وكذا المجالات التي يمكن أن تشكل ميدانا للتعاون الاقتصادي. الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة الفنية من الطرفين شكل مناسبة للحديث عن أهمية توطيد الشراكة الاقتصادية ما بين بلادنا وجمهورية الصين الشعبية وما يتيحه مناخ الاستثمار في البلدين من إمكانات متعددة للتعاون الاقتصادي. تعتبر جمهورية الصين الشعبية شريكا تجاريا هاما لبلادنا، لتطور حجم التبادل التجاري بين بلدينا ليصل إلى 1.6 مليار دولار أمريكي سنة 2016، وينتظر أن يشهد نموا مضطردا خلال السنوات القادمة. ويقوم بنك إكزيم بنك الصيني حاليا بتقييم مشروع بناء ميناء صيد صناعي عند الكيلومتر 28 جنوب نواكشوط، كما ستبدأ قريبا بإذن الله إشغال مشروع عادته المركب الأولمبي، كما أن المفاوضات من أجل تمويل مركب صناعة السكر في مهم القليتة وصلت إلى مراحل متقدمة. أود هنا أن أشير إلى أن تلك النتائج الهامة ما كانت لتتحقق لولا خصوصية وكفاءة التعاون الصيني على العموم وتعاوننا الثنائي على الخصوص، وأنتهز الفرصة لأشكر القائمين على هذا التعاون. نائب وزير التجارة الصيني أعرب عن شكره للحكومة الموريتانية على ما وفرته من ظروف جيدة لانعقاد هذه الدورة، وذلك قبل أن يتطرق إلى مناخ الاستثمار في موريتانيا وما ينعم به البلد من ثروات اقتصادية يمكن أن تكون أداة جذب للاستثمار المشترك بين القطاعات الإنتاجية في البلدين. أشغل اللجنة المشتركة الموريتانية الصينية توجت بالتوقيع على اتفاق تعاون اقتصادي وفني بغلاف مالي قدره 200 مليون إيوان، أي ما يعادل 10.37 مليار من الأوقية، ستخصص لتنفيذ عدة مشاريع من أهمها بناء سكن للفرقة الصحية الصينية المقيمة في بلادنا، وتجديد وتجهيز مستشفى الصداقة، ومشروع توسعة المباني الإدارية. اختتمت مساء أمس بقصر المؤتمرات أشغال الجلسات الوطنية للتشاور حول استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك 2016-2020 المنظمة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، وقد أسفرت الجلسات عن اعتماد هذه الاستراتيجية. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
سمحت الأيام التشاورية الوطنية حول استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك بالاعتماد الفني لهذه الاستراتيجية التي ستكون أداة ومرجعا وطنيا في المجال التنموي. لقد سمح هذا التشاور الموسع الذي استمر يومين متتاليين إلى إجراء التقرير الذي بين أيديكم مما سيكون له انعكاس إيجابي على محتواه وآليات تنفيذه. إن مستوى هذا الحضور وتنوعه والنقاشات الجادة التي تمت خلال هذه الجلسات وخاصة على مستوى فرق العمل، كل ذلك أدى إلى صياغة توصيات ومقترحات من شأنها أن تثري مضامين استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك وخطة عملها الأولى. وقد تميزت الأيام التشاورية هذه بجلسة مفتوحة تحت رئاسة مستشار الوزير الأول للشؤون الاقتصادية السيد الحسن والزين، خصصت لعرض أعمال اللجان والاستماع إلى آراء وملاحظات واستشكالات المشاركين حول مختلف المواضيع المثارة والرد عليها. وفي ختام الجلسات رصدت كاميرا الموريتانية آراء بعض المشاركين. استطاعت الوثيقة أن تجسد كافة اهتمامات الموريتاني وأن تجسد كافة ما يتعلق به، لذا فإن النقاش كان مثمر وبناء، وتعرضنا لكثير من المسائل التي تتعلق بالتنمية المحلية، تعليم، صحة، الماء الشروب، حقوق الإنسان وغيرها من المواضيع التي لها علاقة بالمواطن بطريقة مباشرة. أنا شاركت في ورشة الخدمات، الولوج إلى الخدمات. هاي الورشة بالحقيقة ناقشت قدر المشاكل، مشاكل التعليم الأساسي، مشاكل الصحة، مشاكل الضمان الاجتماعي. هي على كل حال استراتيجية تمس مختلف الجوانب المتعلقة بحياة السكان، تمس العديد من القضايا، تمس الحكامة مختلف أبعادها، الحكامة الاقتصادية، الحكامة البيئية، الحكامة الاجتماعية، يعني تمس كل القضايا التي تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين، وستكون لها نتائج جيدة على حياة المواطنين أكيد. نظمت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية اليوم في نواكشوط تظاهرة احتفالية بمناسبة تخليد اليوم العالمي للأرصاد الجوية، وتابع المشاركون في الاحتفالية عرضا يبين مجال عمل هذه الهيئة والورشات المناخية المقام بها على مستوى العالم لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها السلبية على البلدان. أهمية السحب بالنسبة للطقس والمناخ والماء شعار اختارته الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية لتخليد اليوم العالمي للأرصاد الجوية الذي يصادف 23 مارس كل سنة. نشاط احتفالي استضافته قاعة الاجتماعات بوزارة التجهيز والنقل، ومكن من عرض التجارب والنجاحات التي حققتها هذه الهيئة في مجال تكوين وكفاءة مصادرها البشرية. إن بلادنا تعطي أهمية كبيرة للأرصاد الجوية، وهو ما تسهر على تطبيقه حكومة معالي الوزير الأول السيد يحيى الحدمي. لا يسعني قبل إنهاء هذه الكلمة إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذه التظاهرة الهامة. وتلعب السحب دورا محوريا في مجال التغيرات المناخية التي تحدث، وتعمل هيئة الأرصاد الجوية على دراسة هذه العلاقة لفهم أكثر لكيفية توزيع موارد المياه والتنبؤ بأحوال الطقس. يحتفل العالم بيوم 23 مارس من كل عام كيوم عالمي للأنواء الجوية، ويأتي هذه المرة 2017 تحت شعار فهم السحب، حيث يهدف إلى التنويه بعظم أهمية السحب بالنسبة إلى الطقس والمناخ والماء، نظرا لحيوية دور السحب في الرصد والتنبؤ بالطقس. كما أن السحب تعتبر أحد جوانب الشك الرئيسية في دراسة تغير المناخ، حيث يتوجب علينا فهم أفضل لتأثير السحب على المناخ وكيف يؤثر تغير المناخ بدوره على السحب.
المشاركون في هذا اليوم الاحتفالي تابعوا عرضا فنيا يقدم تعريفا شاملا لهيئة الأرصاد الجوية ومجالات عملها في فهم ظواهر الطقس لغرض حماية السكان ومساعدة المجتمعات المحلية على التكيف مع التغيرات المناخية التي تحدث من وقت لآخر وتؤثر بشكل سلبي على مختلف جوانب الحياة. احتضنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة صباح اليوم افتتاح ندوة نظمتها السفارة المصرية بالتعاون مع الغرفة، حملت عنوان 72 عاما على إنشاء جامعة الدول العربية بين مقتضيات التعاون المشترك ومواجهة التحديات. تأتي هذه الندوة إحياء للذكرى 72 لإنشاء جامعة الدول العربية. يعقوب للصوفي. 72 عاما على إنشاء جامعة الدول العربية بين مقتضيات التعاون المشترك ومواجهة التحديات. تحت هذا العنوان نظم مركز مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية ندوة وورشة عمل تدعى إليها العديد من الأساتذة والدكاترة بغية تبيان أهمية وحدة الأمة العربية وما يتطلب ذلك من تكاتف للجهود ضمانا لرقي ورفاهية الشعوب العربية. لقد تبنينا اقتراح سعادة السفير للاحتفال بهذه الذكرى بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة لكي نتمكن من التجاوز التي يعيش هذا العالم العربي، وعلما لهذا راجيين من الله العلي القدير أن يوفقنا لمواجهة التحديات الأمنية. سعادة السفير المصري في بلادنا أكد أن هذه الندوة تسعى إلى إصدار توصيات هامة من شأنها الرفع من مستوى أداء العمل العربي المشترك. نأمل من كافة المشاركين فيها أن يركزوا على الخروج بتوصيات عملية ترفع إلى مسؤولي جامعة الدول العربية وكذا ترفع إلى السفراء الموجودين هنا والسفارات الموجودة هنا، لنبحث كيف يمكن أن نخطو ولو خطوة إلى الأمام نحو تحقيق جانب من طموحات وآمال الشباب والشعوب العربية. عميد السلك الدبلوماسي العربي بالنيابة في نواكشوط أوضح أهمية تنظيم هذه الندوة الرامية إلى النهوض بالعمل العربي المشترك نحو الأفضل. من أكبر إيجابيات هي أن نحافظ على وحدة الكلمة العربية من خلال اللقاءات التي تجري بين القيادات في العالم العربي وتطرح كل القضايا بحرية كاملة وبشفافية تامة وتصل الناس إلى حلول رغم التحديات. فعاليات هذه الندوة تميزت بعرض فيلم حول إنشاء الجامعة العربية وما قامت به من إنجازات في سبيل الوحدة العربية وما واجهت من تحديات تم التغلب عليها في الوقت المناسب. نظم قسم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا في المعهد الجامعي المهني أمس حفلا لتكريم المتفوقين، وقد داب الاتحاد على تنظيم تظاهرة سنوية لتشجيع المتميزين من الطلبة الذين استطاعوا نيل الرتب العليا خلال العام الدراسي. حضر الحفل جمع من الأساتذة والطلاب. الاقتصاد مع محمد طلحة بعد الفاصل. شكرا أحمد وسليف المختار، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى النشرة الاقتصادية والتي نبدأها بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب بيانة البنك المركزي الموريتاني. دشنت ماليزيا بالشراكة مع مجموعة علي بابا الصينية أول منطقة للتجارة الحرة الرقمية في العالم خارج الصين لتسهيل الأعمال اللوجستية في التجارة الرقمية لا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال رئيس الوزراء الماليزي في حفل التدشين إن منطقة التجارة الحرة الرقمية التي تعد الأولى من نوعها خارج الصين ستوفر بيئة مواتية للشركات والمشاريع المتوسطة والصغيرة للقيام بأعمالها. من جهته قال مؤسس مجموعة علي بابا إن المنطقة التجارية الجديدة ستعتبر منصة عابرة للحدود في تقديم الخدمات التجارية، وذلك من خلال تأسيس مركز تنفيذي إلكتروني بالقرب من مطار كوالالمبور الدولي. قال اقتصاديون إن انتعاش الاقتصاد في الصين خلال العام الماضي يعد السبب الأساسي في بريق الأمل الذي استطاع في الأسواق العالمية، واتخذت الصين إجراءات حازمة لتجنب الركود التجاري، أبرزها ضخ السيولة المالية في المجالات الحيوية مثل سوق الإسكان، وساعد هذا في دعم أسعار المواد الخام. ويخشى الخبراء حدوث أزمة في الائتمان جراء زيادة الديون المتضخمة. هبطت أسعار النفط الأربعاء لأدنى مستوى لها عند 50 دولار للبرميل بعدما أظهرت بيانات جديدة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بوتيرة أسرع من المتوقع، مما يثير الشكوك في جدوى تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة قفزت بنحو 5 ملايين برميل بما يفوق كثيرا التوقعات، وتراجع خام القياس العالمي مزيج برينت بنسبة 0.6% مسجلا أدنى مستوى إغلاق له منذ 5 أشهر. فيما يلي نتابع شديد أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية. تبقى من النشرة بعد الفاصل مع أحمد يوسف المختار. شكرا لك محمد طلحة، ونواصل بقية هذه النشرة. دوليا دفعت قوات الشرطة الاتحادية في الموصل بتعزيزات إضافية بعد 14 يوما من القتال وسط المدينة، بينما تحدث تنظيم الدولة عن قتل وإصابة عدد من أفراد ميليشيا الحشد الشعبية. وتقول مصادر عسكرية إن قوات الشرطة الاتحادية تقف على مسافة تقدر ب 200 متر عن حي باب الطوب الواقع بمنطقة الموصل القديمة. من جهة أخرى أفادت مصادر تنظيم الدولة بمقتل وإصابة عدد من أفراد ميليشيا الحشد الشعبي وتدمير 6 عربات في هجومين بسيارتين ملغمتين على تجمعين للميليشيات في قرية العكلات شمال غرب الموصل. أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن هجوم لندن أمس، بينما كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن منفذ الهجوم بريطاني المولد تأثر بإيديولوجية تنظيم الدولة وتعهدت بالمضي قدما في مكافحة الإرهاب من خلال وضع خطط لرفع عدد دوريات الشرطة في المدن البريطانية وزيادة الإنفاق على أجهزة الأمن في السنوات المقبلة لرفع كفاءتها، بينما تشن قوات الشرطة حملات دهم واعتقالات في لندن وبرمنغهام. وتسبب هجوم الأمس بمقتل 4 أشخاص من بينهم المهاجم وجرح 29 آخرين من جنسيات مختلفة. رياضة مع ورد متباه بعد الفاصل. شكرا أحمد وشريف المختار، وتحية طيبة لكم مشاهدينا الأفضل في بداية النشرة الرياضية. أنهى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مساء اليوم ميرانه الأخير استعدادا لمباراة الودية غدا أمام منتخب البنين. شارك في الحصة التدريبية الأخيرة اليوم جميع اللاعبين المدعوين للمشاركة في اللقاء الودي المرتقب. تدخل مباراة الودية بين المنتخبين الوطني ونظيره من البنين التي تتزامن مع أيام الفيفا في إطار التحضيرات المكثفة التي يجريها المنتخب الوطني قبل الدخول في تصفية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقررة
الوضع العام 2019 التي سيبدأها منتخبنا الوطني بلقاء مهم خارج الديار أمام منتخب بوتسوانا في شهر يوليو المقبل. وفي سياق متصل استدعى مدرب المنتخب الوطني الفرنسي كورنتي مارتيز متوسط ميدان وقائد نادي الوئام لثالث الترتيب العام لدور المحلي لاعب جيبي بوبكار جوب الملقب كابرال إلى تشكيلة المنتخب الوطني التي ستخوض غدا مباراة ودية أمام منتخب البنين. قد تم استدعاء كابرال لتعويض غياب لاعب خط وسط المنتخب الوطني يلي محمد دلاهي من نادي تفرق سيناء عبد الله جاي من فريق حسين واليبو. يقيب لاعبان عن المباراتين الوديتين للمنتخب الوطني بسبب التزامهما مع نادي ليمبانيا الليتواني، الشيء الذي جعل المدرب يسمح لهما بالتغيب من اجل اكمال اجراءاتهما الاداريه في ليتوانيا. وفي أخبار المنتخب الوطني دائما ستشهد المباراة الودية بالملعب الأولمبي المقرر غدا الظهور الأول للحارس الجديد للمنتخب الوطني المربطون الحسن علي حارس النادي رجيف لفريق النجم الأحمر الفرنسي الذي يتواجد في دوري الدرجة الثانية بفرنسا. ومن غير المتوقع أن يقوم المدرب الفرنسي كورنتي مارتيز بإدخال الحارس ضمن التشكيلة الأساسية التي ستلعب غدا أمام منتخب البنين نظرا لوجود الحارس الأول للمنتخب سليمان جلو صاحب الخبرة والتجربة الطويلة مع المنتخب الوطني. يلتقي نادي العالم مساء الثلاثاء المقبل مع أقوى فرق العصبة الجهوية لكرة القدم على مستوى ولاية نوكشوطة الشمالية وفريق ترجي دار النعيم. وفي حال فوز فريق العالم في لقائه المقبل فإنه سيتأهل مباشرة إلى البلاي أوف البطولة الوطنية لأندية الدرجة الثانية، أما إذا تعادل مع ترجي دار النعيم فإنه سيلتقي مع أفضل ثاني فرق المجموعات المتبقية في العصبتين الجنوبية والغربية، وذلك من أجل المنافسة على ورقة العبور إلى مرحلة البلاي أوف. واليوم الأول لمنافسات الدور الثاني من البطولة الوطنية لأندية الدرجة الثانية في كرة القدم، حيث اشتد التنافس بين الفرق المتأهلة إلى هذا الدور من أجل العبور إلى المراحل النهائية لبطولة القسم الثاني لاقتراب أكثر من الوصول إلى دوري الأضواء للموسم المقبل. الاستراتيجية اللي خطط لها النادي ان نوصلوا للدور الثاني، لكن طموحات الشباب وذا النوع يدوروا يوصلوا حتى البلاي اوف اللي ما حتى لدوري الاضواء. فعلا احنا دائما نقول لك ان القرعه قسات علينا من البدايه، حتى درك اللي انت تخرص الفرق اللي 12 اللي افضل كانت في العصبه الشماليه بقت منها اربعه فرق وهي الافضل، تاهلنا احنا ونادي الوحده من المجموعه با مع اخواننا من المجموعه الف ترجي دار النعيم ونادي اكاستيار، انديه عريقه غنيه عن التعريف. احنا نؤمن بحظوظنا وطموحنا ان شاء الله نوصل للبلاي اوف. على كل حال مستوى التنظيم بالنسبه للعصبه الشماليه هو من افضل تنظيم، لان اعطاه حظوظ لجميع الفرق المشاركه، لانه هو العصبه الوحيده اللي يتاهلوا فريقين من كل مجموعه، بينما العصب الاخرى يتاهل فريق واحد. احنا حقيقه استفدنا من الامال اللي طاونا العصبه وتاهلنا احنا ثاني المجموعه من مجموعتنا. فعلا السنه درجه ثانيه قويه، تلاحظوا من اللي تقارب المستوى دائما النتائج توفى بواحد اثنين الى اخره، والفرق كلها تقريبا مستواها متقارب. نادي العالم الرياضي ضرب بقوه في اتجاه الوصول الى البلاي اوف بعد ان اختطف نقطه ثمينه من ابرز الفرق المرشحه الى العبور للمراحل النهائيه عن العصبه الشماليه لكره القدم وهو فريق الوحده، وذلك بعد إجباره على إنهاء المباراة التي جمعتهما بملعب المرحوم شيخ والبيدية بنتيجة التعادل السلبي دون أهداف رغم فوز الوحدة في اللقاء الذي جمع الفريقين خلال الدور الأول من هذه المنافسات. عندنا الفريق إن شاء الله يتكون من إن شاء الله عندنا الشباب وعندنا إن شاء الله مولي لاعبين اليوكم إن شاء الله عندهم خبرة ميدانية، لسبيل المثال المهاجم بوبا كان محترف في نادي الاهلي الليبي وراه ان شاء الله عاوننا حتى ومعاون الشباب اللي معنا حتى. وبالنسبه لمباراتنا اليوم مباراه صعبه، الفريق بتنا لعبنا مع مباراه في مجموعه الدور الاول
ما شاء الله بطولة زينة ما شاء الله حتى ما شاء الله وخال منا ما شاء الله ياسم اللاعبين بطولة زينة زينة حتى ما شاء الله. وكان ذات الملعب قد شهد إجراء لقاء قوي جمع ضمن دربي الولايات الشمالية بين الجارين تيارت ودار النعيم، حيث كانت الغلبة لصالح فريق ترجي دار النعيم على حساب أكاس تيارت بهدف نظيف. البطولة الحمد لله منظمة تنظيم جيد، شاكرين ليج هذه نواكشوط والشمالية، والمباريات الحمد لله ما جبرنا في مشاكل، الزربيت ما عنده مشاكل، تنظيم زين، احنا ما شاء الله هاي السنة شاكرين ليج. الدور الثاني من منافسات بطولة الدرجة الثانية سيتواصل مدة أسبوعين لمعرفة المتأهلين إلى مراحل البلاي أوف. نهاية نشاط الرياضة، شكرا لمتابعتكم وعودة إلى أحمد الشريف. لك وردة من تباه، وبرياضة ننهي هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المدونة العامة لحماية الطفل ومشروع مرسوم ينشئ جائزة رئيس الجمهورية للعلوم. رئيس الجمهورية يؤكد في مؤتمر صحفي التوجه إلى الاستفتاء الشعبي لإقرار التعديلات الدستورية. ختام الدورة البرلمانية الاستثنائية الأولى للسنة البرلمانية 2016-2017 على مستوى الغرفتين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. بعد قليل تتابعون الأخبار باللغة الوطنية. أشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.